ابن ادم له، ثم قال: الا الصوت انه لي وانا اجزي. يدعو طعامه وشرابه وشهوته وشهوته لاجلي، الصوت لي وانا اجزي. فلذلك ايها الفقراء المباركون، لم تعد تكتب هذه الطوارئ ثم تكتب ولم يصح في شهر رجب حديث يدل على فضله، ولم يصح فيه مناسبه، عشان ما يقول لك ليله الاسراء والمعراج كانت فين؟ قل هذا برهان من كتب صادقين، وايش الدليل؟ مش وين الدليل؟ ولا تجد لهم دليل، كذابون يفترون على الله الكذب ويفترون على رسول الله عليه الصلاه والسلام. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عائشه عند مسلم في كتاب المقدمه: ومن قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذان الحديثان العظيمان الجليلان الجميلان الكبيران وضعا سنه للامه الاسلاميه جميعا. ان بعض الناس يقول: انما كنا نكذب لرسول الله ولم نكذب عليه، قلنا: بل انتم كذابون، والكذب هو الكذب. وقالوا: ما تعمدنا ذلك. نقول: النبي قال: ومن قال علي ما لم اقل، سواء كان عمدا ولا من غير عمد، سواء كان ذلك بقصد نية أو بسوء نية. ومن قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك كان هناك رجل اسمه ابن أبي مريم، ابن أبي مريم، قال ابن حبان: وكان يلقب بالجامع، جمع كل شيء إلا الصدق. ايوه. وقالوا له: أنت من وين؟ تعرفون فضل القرآن، أحاديث كثيرة مر فيها باطلة وغير صحيحة، مثل الرحمن عروس القرآن، ياسين قلب القرآن، الواقعة تنفي من الفقر والدخان، 70,000 ملك، أحاديث كثيرة. فقالوا له: أنت من وين جبت الحديث هذا؟ قال: كان الناس طول الليل يسهرون، يقومون الليل ويتعبدون، وطول الليل يسهر يألف ايش؟ الأحاديث المكتوبة. فقال ابن حبان: كان يلقب بالجامع، جمع كل شيء إلا الصدق.